كما قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمس يرافقه سعادة السيد رشيد ميرادوف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان الشقيقة الوزير المرافق بزيارة إلى متحف السجاد الوطني، حيث كان في استقبال جلالته مديرة المتحف السيدة مايا أشرانوف والسيد حسين حسنوف اللذان رحبا بجلالة الملك المفدى. قام جلالته بجولة في قاعات المتحف وأقسامه المختلفة التي اشتملت على مجموعة واسعة من السجاد التركماني الذي يشتهر بتصاميمه الفنية المميزة. وقدم السيد حسين حسنوف شرحا لجلالة الملك المفدى عن تاريخ تشييد هذا المتحف والطرق المتبعة في نسج السجاد التركماني الذي يعد جزءا هاما من الموروث الثقافي لتركمانستان. كما شهد جلالة الملك المفدى خلال جولته قطع السجاد التي تستخدم لتزيين الجمال والخيول وكيفية صناعة السجاد التركماني، كما اطلع جلالته على أكبر سجادة تركمانية سجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. في نهاية الجولة سجل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كلمة في سجل زوار المتحف هذا نصها: لقد أسعدني تواجدي بهذا الصرح الشامخ متحف السجاد، حيث اطلعت على ما فيه من عراقة التاريخ التركمانستاني، ولقد سررت بما رأيته من اهتمام حكومة تركمانستان البالغ للتراث والثقافة والموروث الشعبي. وفقكم الله وأدام عليكم الأمن والأمان. حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. وقد قدمت لجلالة الملك المفدى أيده الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.